العرب لأقل من 17 مليون سنة. على إطار هذه الأهداف بغيت نقول لهم المغاربة، نقول لهاد الشبان ديال 17 سنة وأقل، بأن المغاربة ومعاهم الحكومة يعبرون عن التضامن الكامل مع المنتخب المغربي للناشئين. هاد الشبان عندهم أقل من 17 سنة تعرضوا لاعتداءات هامجيه في المباراه النهائيه لكاس العرب. هاد الشبان تظلموا في مباراه لا رياضيه كتفتقد لادنى شروط الامن. وكحكومه نقول لكم بان احنا كحكومه نتابع عن كثب الظروف. كحكومة نتابع عن كثب ظروف العودة ديالهم لأرض الوطن والحالة الصحية ديال المصابين كذلك. كل التضامن مع هاد الشبان اللي دافعوا، أما دو حتى حاجة، دافعوا على القميص الوطني ولكن بانضباط واحترافية.